سياش مانشستراوي رسميا ملكا للأولد ترافولد. ناس كتيرة جدا تقول لي لو زياش راح اليونايتد مش هيلعب اساسي، اقول لهم انتوا ما بتفهموش حاجة في الكورة. زياش قد راشفورد مليون مرة، وقد جرين وود 2 مليون مرة، وقد سانشو 500 مليون مرة. زياش في اي فريق في العالم يحط رجله، بس في اي فريق في العالم يضمن مكانه الاساسي والابداع والامتاع والاقناع. لايك، اشتراك، فعل زر الجرس، يلا بينا الى التفاصيل. رونالدو اسطورة البرتغال يرحب بالمبدع حكيم زياش في اليونايتد، ويؤكد انا وزياش سنكون ثنائية تاريخية غير قابلة للتدمير يا سادة. رونالدو اليوم أشاد بحكيم زياش، أشاد بقدرات المغربي، بإبداعات المغربي، بإمكانيات المغربي، وأكد رونالدو أنه يتمنى ويتطلع لحسم صفقة حكيم زياش إلى اليونايتد، لأن رونالدو قال لو زياش يجي اليونايتد هيكون إضافة عظيمة ما بعدها إضافة، وسنكون ثنائية تاريخية مرعبة لكل دفاعات الخصوم في الموسم المقبل. أيضا اجتماع زياش وإريك تنهاج مرة أخرى، يا سلام يا زياش، المدرب العظيم اللي عرف يخرج أفضل من لديك ترجع له تاني، هتبقى فعلا نسخة زياش أياكس هنشوفها بشكل أفضل كمان في الألد ترافولد يا سلام.